عبر الهاتف من رام الله ينضم إلينا الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بكم. أهلا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بالأمس أكد على ضرورة وقف كل الممارسات اللي بتستهدف التهجير القسري للفلسطينيين لأي مكان داخل أو خارج أرضهم. والحقيقة أنا بشوف أن مصر والسيد الرئيس تنبهوا مبكرا لفكرة مخطط التهجير القسري للفلسطينيين وخطورته. إلى أي مدى بتتفق معي يا فندم؟ هذه الفكرة، فكرة التهجير، لم تغادر الفكر الاستعماري الصهيوني ولا الأمريكي على فكرة، ولا حتى الأوروبي. هذه الفكرة واضح أنها يعني يعمل عليها بشكل علني وبشكل سري، وهذا ما يثبت ذلك هو أنه إسرائيل تهجر الناس من شمال القطاع إلى جنوب القطاع، وهم يعني مرضى وعطشة وبدون مصادر رزق، ويجعلهم لاجئين بدون مأوى وبانتظار المساعدات القليلة جدا التي تصلهم من الممر أو المعبر اللي هو عمليا يعني يتعرض للخطر. أصلا رحلتهم من الشمال إلى الجنوب أيضا تتعرض للخطر، بالتالي حشر الناس في الجنوب عمليا في لحظة من اللحظات بظرف من الظروف تصنع إسرائيل تجعلها مشكلة إنسانية كبيرة جدا جدا، بحيث أنه يصبح التهجير خيار إنساني حقيقي. لهذا السبب الموقف المصري في التجديد على عدم التهجير، لا القسري ولا الناعم على فكرة، بمعنى أنه الموقف المصري دفع الأمريكان أن يقولوا أنهم ضد التهجير القسري، لكن ما قالوش أنهم ضد التهجير الناعم أو التهجير بطرق التفافية، بمعنى أنه فكرة التهجير نحو الجنوب وإقام هناك بدون أي أدنى مقومات الحياة وتدمير بيوتهم في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب، هذا يجعل التهجير القسري أو غير القسري حاضر موضوع على الطاولة. لذلك الأخوة في مصر يعني حقيقة يعني أمامهم تحديات كثيرة وكبيرة، وبالتأكيد يعني الأخوة في مصر عندهم قدرة هائلة ومعرفة كبيرة واهتمامهم بأمنهم ومستقبلهم ومستقبل القضية الفلسطينية وحفاظهم عليها يجعلهم متنبهين لذلك، لأنه إسرائيل عمليا تريد أن تهجر الشعب الفلسطيني وتضع أعباء الاحتلال على العرب مش على إسرائيل. لهذا السبب القيادة المصرية، الشعب المصري، الأمن المصري، المصلحة المصرية تقتضي التنبه الشديد والكبير لما يجري في الخفاء وفي العلن. إلى أي مدى هناك مخطط لإعادة تصفية القضية يا فندم؟ ما قالوا نتنياهو امبارح يكشف ذلك عمليا، عندما قال انه لن تكون هناك دور للسلطه الفلسطينيه في قطاع غزه على رايه في اليوم التالي للحرب، بمعنى هذا الرجل يفرض تسويه سياسيه على الفلسطينيين تقوم على ما يلي: اولا فصل القطاع عن الضفه، القطاع بيصير له اداره مسيطره عليها من قبل المحتل، وفي الضفه الغربيه انت تعرفين هناك سلطه فلسطينيه تحت احتلال ايضا، وبالتالي عمليا اسرائيل تفرض تسويه بدون دوله فلسطينية، بدون عودة ولا القدس ولا لاجئين ولا أي شيء آخر. عمليا إسرائيل تتجاوز أوسلو وتتجاوز صفقة القرن وتتجاوز كل المبادرات وتفرض سيطرة أمنية على الفلسطينيين جميعا. طبعا هذا الكلام حتى لو نجح، وطبعا هو ينجح، لكن حتى لو نجح عمليا إسرائيل هنا تضع حل أمني للقضية الفلسطينية، وهذا يؤسس لمرحلة عنف جديدة مش بس مع الفلسطينيين وأيضا مع الإقليم. نعم. طيب دكتور أحمد، سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس وجه الدعوة إلى وقف إطلاق النار دون قيد أو شرط في قطاع غزة، هذه الدعوة إلى أي مدى هي التي لها الأولوية ويأتي بعدها كل الأشياء الأخرى أو يتم النقاش فيها في كل الأشياء الأخرى ولكن تلبيتها هي أولا؟ طلب صحيح وحقيقي وطلب للفلسطينيين وللعرب وللعالم كله حتى للإدارة الأمريكية بشكل أو بآخر، رغم أن الأمريكان لا يقبلون توقف إطلاق النار ويقبلون هدن قصيرة، ولكن الهيئات الدولية، الشعب الفلسطيني، الشعب العربي، كله الكل يطلب بما فيها شقيقة مصر. السؤال هو سؤال مش بالطلب، السؤال هو أنه الضغط على إسرائيل، الضغط الحقيقي اللي يأتي بنتائج. إسرائيل عمليا تضرب بعرض الحائط بكل شيء، بالضغوط، بالنصائح، بكل شيء. عمليا إسرائيل تريد أن تقول أنها تدير حربا لا
خطوط حمراء فيها، لا قانون دولي ولا إنساني ولا أعراف ولا تقاليد ولا أديان ولا عقائد ولا أي شيء. بالتالي الدعوة المصرية هي دعوة تتفق مع كل ذوي الضمائر الحية والشريفة، ولكن نحن أمام عدو عمليا يريد أن يصدر صورة جديدة جدا للإقليم، أنه هو الدولة القادرة على أن تفعل كل شيء غير متوقع. هنا السؤال، ودولة مثل هيك أو نظام مثل هيك تفضل. نعم طبعا أنا بشكرك يعني سأكتفي بهذا القدر. كنت ضيفي عبر الهاتف الدكتور أحمد رفيق، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية من رام الله، شكرا جزيلا لك.